أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناة يمن شباب، معكم صفاء عبد العزيز وهشام جابر. أهلا بكم. البداية من مأرب، حيث أقام عشرات الأطفال وقفة احتجاجية تنديدا بصمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال والمدنيين في اليمن. وأقام الأطفال المحتجون وقفتهم في جولة الصحة بمدينة مأرب، حيث طالبوا فيها المجتمع الدولي بالخروج من دائرة المتفرج لإصدار بيانات إدانة واضحة تندد بجرائم الميليشيا وتحملها المسؤولية الكاملة عن كل الانتهاكات. ورفع الأطفال المحتجون لافتات ورددوا شعارات تستنكر الموقف الدولي المتخاذل الذي شجع الميليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين دون رادع. ماذا يمكن أن نقول للعالم الذي يدعي أنه يحمي الطفولة وهو يشاهد اليوم ميليشيا الحوثي الإرهابية وهي ترسل علينا صواريخها البالستية ليلا ونهارا؟ أين أحرار العالم المطالبين بحقوق الطفولة ليوقفوا عنا التصرفات وأعمال وجرائم هذه الميليشيا الإرهابية؟ ونحن نقف هذه الوقفة الاحتجاجية، نطالب العالم كله أن يقف معنا. نحن أطفال اليمن بشكل خاص ومع أطفال العالم بشكل عام، فيا أحرار العالم، ماذا يمكن أن تصنعوا إذا حصلت هذه الجرائم مع أبنائكم وأطفالكم؟ طفلة في عمرها 5 سنوات أطلقت الميليشيات الحوثية صاروخا باليستي على المحطة المزدحمة بالمواطنين. سرق الصاروخ روحها وحول جسدها إلى جثة محروقة.